بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، قسم نظم المعلومات المحاسبية والمكتبية، المستوى الخامس، الداتا مايننج. هنتكلم عن سيمينار في عنوان C4.5 Algorithm، إعداد مصطفى إبراهيم آدم، عثمان حمدان، إسراء عبد الباقي، سلمى سليمان. طيب، عندنا متطلبات قبل ما نخش في C4.5، لازم نعرف أو نكون عارفين Classification، كذلك لازم نكون عارفين الانتروبي، كذلك لازم نكون عارفين الانفورميشن جين. طيب، ما هي C4.5 Algorithm؟ هي عبارة عن خوارزمية تستخدم لتوليد شجرة القرار. هذه الخوارزمية طورت بواسطة روس كوينلين. C4.5 هي أصلا عبارة عن امتداد لخوارزمية ID3، سابقا اشتغلها في سيمينار سابق. شجرة القرار المولدة بواسطة C4.5 تستخدم في الكلاسيفيكيشن، بالتالي ممكن نسميها statistical classifier أو مصنف إحصائي. طيب، C4.5 زي ما قلنا هي عبارة عن امتداد ID3. طيب، في تحسينات أو إضافات أضيفت له ID3 فأصبحت C4.5 algorithm. هذه التحسينات ممكن نقتصرها أو نجملها في الآتي: إنها تتعامل مع الكونتينيوس والديسكريت attributes، يعني الاتريبيوتس المتصلة والمنفصلة، مثال التمبريتشا. كذلك تتعامل مع الديفرنت كوست. طيب، C4.5 تتعامل مع الميسنج فاليو. يعني ايه ميسنج فاليو؟ الميسنج فاليو هي عبارة عن القيمة المفقودة في الداتا سيت. عندنا يكون عندي داتا سيت زي ما في الرسمة هنا فيها قيم غير موجودة، فأنا باستخدام C4.5 ممكن أتعامل مع هذه القيم. كيف؟ بأن أعمل لها علامة، هذه العلامة، وأحسبها بالتالي ممكن حسابها بمفهوم الجين والإنتروبي. C4.5 واحدة من ميزاتها المهمة أنها بتعمل تحسين الأشجار، اللي هي شجرة القرار اللي أنا كونتها بـ C4.5. ممكن أعمل لها حاجة اسمها بروننج. هذا البروننج كيف يحصل؟ بأن أنا أزيل الأفرع التي لا تنفع، يعني غير مفيدة بالنسبة لي، حتكون بعدين شرح لها في المثال. وأنا بضع بدلها حاجة ما يسمى بالليف نوتس. طيب، المثال عندنا كالآتي: داتابيز سيما تي فيها اتريبيوت 1 عبارة عن نومينال، فيها اتريبيوت 2 عبارة عن continuous، في attribute 3 عبارة عن binary. كذلك عندنا class 1 class 2، دارين نعمل classify لهذا dataset. طيب، بالنسبة للقانون عندنا قانون اللي هي NFOS. القانون سريع كده: summation من i equal 1 لحد k، frequency i s على قيمة مطلقة ل S مضروب في لوغاريزم 2 ل frequent C I S مقسوم على قيمة مطلقة ل S. هذا هو قانون الانتروبي. طب، مناسب عندنا الانتروبي والانفورميشن او الانفو مترادفات، كلمتين مترادفات لمعنى واحد، يعني الانتروبي الجبال هو ذاته الانفو. عندنا الانفو اوف تي المعادلة هي بتساوي لنا 9/14 اللي هي 9/14 مضروبة في اللوغاريزم 2. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عثمان حمدان، وإن شاء الله هواصل لكم باقي المثال اللي هو كان بيشرح فيه مصطفى. ماشي، يلا. زي ما شرح مصطفى، عندي مثال فيه اتربيوت 1 اتربيوت 2 اتربيوت 3 وكلاس، وانا عايز اقسم بناء على الكلاس، اصنفها لكلاس 1 وكلاس 2. ماشي، فمفروض اقوم اعمل اختبار اتربيوت 1، اختبار اتربيوت 2، اختبار اتربيوت 3.
يلا انا هنا في الخطوات دي كلها بقوم بعمل اختبار اتربيوت 1، بقوم بحسب الانتروبي للعينة كلها. بعد كده في الخطوة دي بالانتروبي بناء على القانون الفوق ده، في الخطوة دي بقوم بعمل اختبار للاتربيوت 1. لو انا قسمت بناء على اتربيوت 1 المفروض يحصل لي شنو؟ ماشي. الانفو اكس 1 يساوي لي 5 على 14 ماينس 2 على 5 في لوغاريتم 2، يعني شنو الكلام ده؟ يعني شنو؟ انا لو عايز اختبر بناء على اتربيوت 1، اتربيوت 1 عندي فيه 3 قيم اللي هي الاي والبي والسي. الاي مكرر لي 5 مرات، والبي مكررة 4 مرات، والسي مكررة 5 مرات. بنلقى انه الاي في منها 2 في الكلاس 1 و3 في الكلاس 2، والبي في منها البي كلها في الكلاس 1، السي في منها 3 في الكلاس 1 و2 في الكلاس 2. ماشي. يلا يا هدى، الخطوات هنا اللي هي 5 على 14 في الاثنين اللي هي في الكلاس 1 و3 في الكلاس 2، كذلك ال 14 4 على 14 الأربعة كلها في الكلاس 1، وعندي 3 على 5 اللي هي في الكلاس 1 لحد ما حصلتها قمت جبتها القيمة دي. بعد كده اجي اقوم احسب الجين اوف اكس اللي هو انفو التي ماينس التي اكس اوف تي، الانفو اكس اوف تي اللي هو الانتروبي ككل والانتروبي بتاع الاتربيوت 1، وقوم بطلع منه قيمته شنو؟ الجين. ودي بالنسبة للاتربيوت 1. وانا لو قسمت بناء على اتربيوت 1 اللي هي بيكون لي شكل الشجر كالتالي، A و B و C. الشجرة بتكون لي فيها 3 عقد زي الموضحة قدامنا دي. اجي اقوم اعمل اختبار بناء على الترو اور فولس. انا جيت اختبرت بناء على شنو؟ ال A وال B وال C. اجي اختبر بناء على الترو اور فولس، دي المعادلة بتاعت الانتروبي الاولى هنا، قيمي كلها 14 قيمة فيها 6 ترو. الستة ترو دي منها 3 في الكلاس A و3 في الكلاس 1 و3 في الكلاس 2. في 8 فولس، ال 8 فولس دي منها 6 في الكلاس 1 و2 في الكلاس 2. قمت طلعت منها القيمة دي، جيت حسبت الجين بناء على طرحت الانتروبي من قيمة من القيمة دي، طلعت لي 0.048. ودي شكل الشجرة لو قسمتها بناء على قيمة الترو والفوص اللي هي بتتقسم لي لعقدتين. ماشي. يلا لو انا عايز اقسم بناء على قيمة الاتربيوت اللي هي القيمة المستمرة دي، القيمة المستمرة دي بلقاها انها لا بتشابه لي اتربيوت 1 ولا بتشابه اتربيوت 3. فانا دي اقوم اقسم بناء على كيف؟ اقوم ارتبهم كلهم ترتيب تصاعدي او تنازلي. بعد ما ارتبهم اقوم اشيل القيم المتكررة، مثلا زي التسعين دي مكررة والتمانين مكررة، اقوم اشيل القيم المكررة برا، واقوم اختار قيمة في النص بناء بحيث انها تقسمها لي الى اكبر من واقل من. فانا هنا في المثال ده قمت اخترت القيمة 80، القيمة 80. بعد كده قمت جيت حسبتها، لقيت انه الاقل من 80 اللي هم 9، اقل منه يساوي 80 9، 9 على 14 منهم 7 في الكلاس 1 و2 في الكلاس 2، والاكبر من 80 5، 5 منهم 2 في الكلاس 1 و3 في الكلاس 2. وقمت جبتها قمت حسبت لهم القيم بتاعتهم، قمت حسبت لهم الجين بتاعهم وطلع لي 0.113 و 0.103، ده القيمة بتاعتهم. بعد كده من الثلاثة جين اللي انا جبت من اتربيوت 1 واتربيوت 2 واتربيوت 3، بلقى انه اكبر قيمة انا حسبتها اللي هي كانت قيمة اتربيوت 1 اللي هي كانت 2 4 6. فبقوم بقسم الشجرة بتاعتي بناء على الاتربيوت 1. يعني ودي هنا الشرح، انا كاتب لك انه انا اتربيوت 1 كانت اكبر قيمة، فبقوم اقسم بناء على قيمة الاتربيوت 1. يا هذه اتربيوت وانا كنت قسمتها اتقسمت لي الى A و B و C.
البي مباشرة بتديني إلى الكلاس 1، والاي الأقل من 70 هتديني كلاس 1، والأقل من 70 هتديني كلاس 2. السي القيمة الترو فيها بتديني كلاس 2، والقيمة الفولس بتديني كلاس 1. دي كده هيكون لي شكل الشجرة، وأنا كده قدرت أصل لإيه؟ إن أصنف القيم بتاعتي إلى كلاس 1 وكلاس 2. بعد كده يا هدي القوانين أو الرولز، أنا استخلصتها من شجرة القرار من خلال عمليتي دي، اللي هي if attribute 1 if attribute يساوي A then if attribute 2 أقل من أو يساوي 70 then classifications class 1 else classifications equals class 2 else if attribute equals B then classifications equals class 1 else if attributes 1 equals C then if attributes 3 equals true then classification equals class 2 else classification equals class 1. ودي القوانين اللي استنتجتها من خلال العمليات الرياضية اللي انا قمت بها، وشكرا.